السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه طبخ ليله. الوصفه ديالنا ديال اليوم ان شاء الله غادي تكون عباره عن حرشه معمره بالكفته. كنتمنى انها تنال اعجابكم وتجربوها وتردوا عليا الخبر في التعليق، وما تنساوش تشاركوا في القناه وكذلك تضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد. ونخليكم مع الفيديو. اول حاجه غادي نبداو بها واللي هي العجينه ديال الحرشه. غادي نحتاج فيها 500 غرام ديال السميده الرقيقه او نص كيلو. عندي كذلك 100 غرام ديال طقاق الفينو، وعندي صاشي ديال خميره الحلوى فيها 7 غرام، معلقه كبيره ديال السكر سنيده، معلقه صغيره ديال الخميره الفوريه او خميره الخبز، عندي كاس صغير ديال الزيت، زيت المائده تقريبا 120 مليلتر، عندي معلقه صغيره ديال الملحه والمدافي باش غادي نجمع هاد العجينه. ممكن تستعملوا في بلاصه الماء، ممكن تعجنوها بالحليب. دابا غادي نبدا على بركه الله. اول حاجه غادي نديرها غادي نضيف الزيت السميده والطقاق الفينو، وغادي نحاول ندخل بايدي الزيت في السميده. دابا كيف كتشوفوا الزيت دخل في السميده وطقاق القمح او القمح، دخلته مزيان. غادي نضيف دابا السكر سنيده وخميره ديال الخبز، غادي نضيف صاشي ديال خميره الحلوى، الملحه معلقه صغيره او على حسب الذوق ديالكم، دابا غادي نبدا نضيف الماء دافي وانا كنجمع. هاد العجينه هادي ما خصهاش تدلك، غير كنجمعوها صافي. دابا كيف كتشوفوا معايا العجينه ديالي تجمعات. غادي نغطيها ببلاستيك غذائي ونخليها حتى كترتاح، وندوز نوجد الحشوه. دابا غادي ندوز الحشوه اللي غادي نحتاج فيها. عندي هنا تقريبا 250 غرام ديال الكفته، يعني رابع ديال الكفته ديال البكري. ممكن تستعملوا اي كفته متوفره عندكم، ممكن ديروا ديال الدجاج، ممكن ديروا عطا ديال الدجاج، اي حاجه متوفره عندكم ممكن تستعملوها. عندي هنا بصله متوسطه مشلضه، عندي خليط من فرماج حمر وفرماج موتزاريلا محكوك، عندي هنا بهارات او توابل ديال الكفته. ممكن تستعملوا غير البهارات اللي عندكم، كل وحده بوحده، بحال مثلا غديروا البزار، تحميره، شويه سكنجبير، شويه ديال الكمون، شويه ديال خرقوم بلدي، وغادي نستعمل كذلك الملح على حسب الضوء وزيت الزيتون. وعندي كذلك واحد معلقه كبيره خليط ما بين القزبر ومعدنوس. صافي، هادو هما المكونات اللي غادي نحتاج في هاد الحشوه. غادي ندوز نحضر البصله والكفته. هنا خديت معلقه درت فيها غادي ندير فيها الزيت كيسخن تقريبا واحد 4 معالق كبار ديال الزيت الزيتون. غادي نضيف لهم البصله، وشويه ديال الملحه، الملحة كتبقى على حسب الضوء. غادي نخلي البصلة ديالنا حتى كدبل عاد باش غادي نزيد عليها الكفتة. دابا كيف كتشوفوا من بعد ما دبلات ليا البصلة غادي نزيد الكفتة.
غادي نزيد التوابل، مسبق ليا ذكرت غادي ندير انا معلقه كبيره ندير هاد التوابل الخاصه بالكفته مع مرش طبعا. بعد ما طابت الكفته ديالنا كيف كتشوفوا غادي نضيف معلقه كبيره ديال الخليط ما بين العصب والمعدنوس او الربع صافي. غادي نخلط كلشي مزيان ونطفي عليها. دابا غادي ناخذ من بعد ما وجدت كلشي غادي ناخذ العجينه اللي عندي حيت كنت صورت وتمسح لي الفيديو. غادي نعاود لكم داكشي علاش صايبت هاد الثلاثه صورتهم ولكن تمسح الفيديو. غادي نحاول نقرصها في ايدي مزيان بهاد الطريقه. كناخذ شويه ديال الحشوه من الاحسن تخليوها حتى تبرد. ناخذ شويه ديال الفرماج احمر وفرماج موتزاريلا ممكن تستعملوا غير نوع واحد وكنحاول نضغط عليها بحال هكا وكنسد. كنسد الكره ديالي مزيان غادي نسرح شويه ديال طاع الفينو. المقله درتها كتسخن وغادي ناخذ هاد الدائره هذه اللي عندي فهاد الشكل خديتها بهذا الحجم باش يجوني كاملين بنفس الحجم. غادي نعاود معكم وحده اخرى نضغط عليها من الوسط كناخذ شويه الحشوه شويه ديال الفرماج مخلط ممكن تستعملوا غير كفته بوحدها بلا فرماج ممكن تستعملوا مثلا فرماج مثلث تحطوا طريف معاه الا ما كانش متوفر عندكم فرماج احمر او تستعملوا نوع واحد من الفرماج. غادي نرش شويه ديال السميده رائعه بحال هكا كنرشها من الفوق. دابا كيف كتشوفوا معايا المقله ديالي ها هي سخنات غادي نحط وحده ونحط كره ونقرصها على الحجم ندير هاد الدائره اللي عندنا نضغط عليها حتى كتاخد الشكل ديالو. كيف كتشوفوا معايا من بعد ما شكلتها غادي نخليها هكا في الجنب طيب ناخذها مره اخرى نحط فيها الدائره وكنقرصها. غادي نكمل بنفس الطريقه الحرشه اللي عندي كامله مره كنقلبهم صافي. الحرشه ديالنا ها هي طابت من جوج بجوج غادي نحيدها. وكنكمل بنفس العمليه. دابا بعد ما كملت الحرشه ديالي كتزين غادي ناخذ فرماج ترونش وفرماج عفوا مرتديلا او كاشير. غادي ناخذ هاد جوج طوابع واحد كبير واحد صغير غادي ندير واحد
في فرماج ترونش هذا غير كتزيين، ممكن تخليوها غير كيف هي. غادي نحطو حدا الوسط، غادي ناخذ الصغيره، غادي ناخذها كاشا، غادي نحطها هكا. هذا هو الشكل ديال الحرشه ديالنا، كيف كتشوفوا كيجي زوين، وحتى المذاق ديالها كيجي رائع. كنتمنى انكم تجربوها، ما تنساوش تشاركوا في القناه وكذلك الضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد.